بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang di acara wawancara eksklusif bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Dan kali ini para pemirsa, kita kedatangan tamu yang luar biasa agung, Masya Allah. Tamu dari negeri nun jauh di sana, dari negeri para wali Allah. Masya Allah, kita kedatangan Habib Musa Kazim bin Ja'far As-Segaf. Assalamualaikum Habib, Masya Allah. Habib Musa Kazim ini, pemirsa, beliau adalah salah satu ulama dari kota Tarim, merupakan salah satu murid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan juga mudarris Habib di Darul Mustafa. Guru di Darul Mustafa, guru besar. Guru besar di Darul Mustafa dan juga anggota majelis fatwa dari majelis fatwanya Darul Mustafa. Beliau pernah belajar sejak kecil sudah hafal Al-Quran, Masya Allah, di Kubah Murayyam, menghatamkan Al-Quran dan melanjutkan studinya di kota Baydha, Ribat Al-Baydha, Ribat Al-Baydha yang didirikan oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dan beliau juga merupakan salah satu murid dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Buat pemirsa Nabawi TV, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar juga merupakan guru dari banyak habaib besar yang hidup pada zaman ini. Salah satunya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kemudian Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Mashur, dan banyak para habaib lain yang berguru bersama Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nah, hari ini kita akan menggali ilmu dari Habib Musa Kazim bin Ja'far As-Segaf, Masya Allah Habib. Jazakumullah khair Habib. Tasyarrafna bihadurukum anasta Habib, Masya Allah. Bilad biladukum Insya Allah Habib. Jazakumullah khair, Masya Allah. من الخيرات والبركات ما شاء الله والصالحين والعلماء العاملين امين 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 حبيب حبيب الان نحن قريب مع شهر رمضان حبيب. كيف كالمسلمين نطلب منكم نصيحه حبيب كيف نغتنم في شهر رمضان بكل الخيرات التي وجد فيها حبيب ان شاء الله الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وشهر رمضان من الأشهر العظيمة في الإسلام، بل هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، فقال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لم يذكر شهر باسمه في القرآن قط سوى شهر رمضان لعظمة هذا الشهر عند الله سبحانه وتعالى ولما فيه من الخيرات للمسلمين. ونحن نستقبل أولا شهر رمضان على أقل تقدير بثلاث خصال. يستقبل المسلمون شهر رمضان بثلاث خصال. نستقبل شهر رمضان بالنوايا الصالحة، فننوي النوايا الصالحة أننا نعمر شهر رمضان بالعبادات وبالطاعات وبالقربات على حسب ما يتيسر المسلم وعلى حسب ما يوفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية المؤمن ينوي أنه يستقبل شهر رمضان هذا يعمل فيها الطاعات ويعمل فيه الأعمال الصالحات، وأن يكون رمضان هذا العام أفضل من العام الذي قبله في الأعمال الصالحة وفي قراءة القرآن وفي جميع النوافل. فنستقبله أولا بالنية الصالحة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: نية المؤمن خير من عمله، في الحديث الصحيح. ثم نستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور، فإنه نعمة من الله عظيمة وعطية من الله سبحانه وتعالى كبيرة. كم من الصالحين يتمنى أن يدرك شهر رمضان، كم من الأولياء يتمنى أن يعبد الله عز وجل في رمضان. فهو عطاء من الله وفضل أن المسلم يتمكن أن يدرك رمضان، وأتاح الله له إدراك رمضان وفسح في أجله وأطال عمره حتى يدرك رمضان، نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر. فنستقبل رمضان بالفرح والسرور كما قال لنا ربنا جل جلاله وتعالى في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. أعطانا الله عطية عظيمة، كيف لا نفرح بها؟ فنفرح برمضان ونشتاق إلى قدومنا من رمضان، ونسر برمضان إذا جاء رمضان، ونشكر ربنا جل جلاله وتعالى في علاه على أنه أكرمنا أن ندرك رمضان. نستقبل رمضان بهذه المشاعر وبهذه الأحاسيس وبهذه العواطف، فيعطينا ربنا عز وجل خيرات رمضان وبركات رمضان. والأمر الثالث والذي هو صلب الموضوع: كيف يعني نغتنم نفحات رمضان وبركات رمضان؟ يعني في اعتقادي أن يكون هذا بترتيب الأوقات في شهر رمضان. فوقت الصيام، ووقت للقرآن، ووقت للصلاة، ووقت لصلة الأرحام، ووقت للأقارب، ووقت الإسلام دين شامل جامع. فإذا رتبت
أوقات رمضان، وقت النوم يرتب، فيكون نوم المؤمن معين له على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقت العمل الذي يكون للمسلمين والمسلمات يعني مرتب في أعمال رسمية في النهار، الذي في مدرسته والذي ربما في مصنعه والذي في مكتبه قد يكون في النهار عنده عمل، فوقت العمل مرتب، وقت النوم مرتب، وقت الطاعات كذلك في رمضان مرتبة. لأنهم الأوقاتنا بترتيب الأوقات تحصل الثمرات وتحصل بركة الأوقات، ونقدر أن نعمل أعمالا كبيرة وكثيرة جدا في وقت قصير. ماذا؟ إذا رتبت الأوقات، إذا أهملت الأوقات يضيع اليوم تلو اليوم، والليلة والليلة في رمضان، والأسبوع بعد الأسبوع في رمضان. وإذا حاسب المسلم نفسه يجد نفسه لم يعمل شيئا من الأعمال العظيمة التي تستحق أن تصرف في شهر رمضان، خصوصا أن الأعمال في شهر رمضان عند الله سبحانه وتعالى درجتها عظيمة ومنزلتها كبيرة، كما جاء عند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره، أن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخصلة من خصال الخير في رمضان فكأنما تقرب إلى الله عز وجل بفريضة فيما سواه، ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفريضة في رمضان فكأنما أدى يعطى ثواب 70 فريضة. فالأعمال الصالحة تضاعف ويكون لها قدر كبير عند الله عز وجل، وخصوصا القرآن الذي أنزل فيه القرآن. فإذا عمر رمضان بخصلتين اثنتين، النهار في الصيام والليل في القيام، لكن بالترتيب. الصيام شيء عظيم، ولكن الإنسان متلبس بصيامه حتى وإن كان في عمله، حتى وإن كان في شغله، حتى وإن كان في مدرسته، ونرتب الليل في القيام. والليل يرتب أول الليل، وسط الليل، ثلث الليل، وأشرف وقت في الليل هو وقت السحور، وقت السحر، حيث يتنزل الحق سبحانه وتعالى وينادي عباده. فينبغي للمؤمن أن يرتب وقته في ليالي رمضان، أن يكون هذا الوقت مستيقظا فيه. نحن نعذر بعض المسلمين وبعض المسلمات قد تكون عنده أعمال وأشغال ثاني يوم، ولكن لابد أن يرتب نفسه إذا كان في غير رمضان، يتأكد في حق المسلم أن يكون في هذا الوقت مستيقظا، يتلقى نفحات رب عز وجل ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنه البلايا والشرور والمصائب، ويطلب من ربه جل جلاله خيرات الدنيا. فكيف برمضان؟ فيتأكد في هذا الوقت أن يكون المسلم مستيقظا. إذا كان نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين. إذا كان هؤلاء ناس يأكلون ويشربون ويتسحرون، الله جل جلاله وملائكته يصلون عليهم، فكيف بالذين يتهجدون والذين يقرؤون القرآن والذين يدعون ربهم سبحانه وتعالى؟ فهذا أشرف وقت، وقت حساس عظيم في 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 ليل المسلم والمسلمة، ينبغي أن يحرص أن يكون مستيقظا في هذا الوقت العظيم. فبترتيب الأوقات ما شاء الله تحصل النفحات وتحصل الخيرات الكبيرة. يحدد وقتا من الأوقات لقراءة القرآن مثلا، إذا كان المسلم يقرأ بعد كل صلاة ورقتين من القرآن فلا يأتي شهر رمضان إلا وأكمل القرآن كله، ورقتان بعد كل صلاة فقط. إذا قرأ 4 ورقات بعد كل صلاة سيختم ختمتين. انظر يرتب بعد الصلاة وقت القرآن ليس كثيرا. الليل كذلك صلاة التراويح هذه مما يتأكد، وهي المرادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان. فمراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام رمضان هذه صلاة التراويح، صلاة عظيمة نورانية ما شاء الله. فإذا تمكن المسلم أيضا أن ينذر صلاة التراويح فيكون أجره أجر الواجب، فيقول لله علي أن أصلي التراويح في هذه الليلة 20 ركعة، فتصير واجبة حينئذ بسبب عارض النذر هذا، وينويها عند النية، يقول أصلي 2 ركعة من صلاة التراويح المنذورة. فإذا خاف أنه لا يكملها فلينذر صلاة التراويح 2 ركعة، عند كل 2 ركعة ينذر فيصليها، وكذلك الوتر. فهذا رمضان غنيمة العمر وسنام الدهر، والفرصة العظيمة للمسلمين خلال العام. يعني شهر الحج قد لا يتمكن كل مسلم من الحج، ولكن بقية الأشهر تكون في أعمال الدنيا، فيأخذ المسلم إجازة في هذا الشهر العظيم للصيام وللقيام ولقراءة القرآن والاغتنام ليلة القدر والقيام بجميع أنواع الطاعات التي يقدر أن يقوم بها، فيحوز ما شاء الله بركة الشهر العظيم هذا وليالي قدره، وخصوصا ليلة القدر. ودائما يعني نلفت الأنظار إلى أن 10 الأواخر أبرك رمضان، ولب اللباب في 10 الأواخر هي ليلة القدر. ففي 10 الأواخر هذه
يحرص المسلم أن يكون سليم الباطن طيب النفس، يعني لا يوجد عنده أي مشاغل ولا أي مشاكل مع أحد من الناس، ومتفرغ لتلقي فائضات جود الله. لا تمر عليه ليالي عشر الأواخر وهو في مشاغل أو مشاكل من باب أولى، تمر عليه العشر الأواخر وهو فرحان ومسرور بعطاء الله سبحانه وتعالى، متعرض لنفحات الله عز وجل. والحمد لله أن ديننا يسر عظيم، من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة أدرك نصيبهم من ليلة القدر، فكيف إذا صلى التراويح أو إذا صلى الوتر ولو ركعة واحدة، فكيف إذا صلى ثلاث؟ ولكن يعني باب السباق، السباق هذا محل المسابقة في أعمال الخير في شهر رمضان بالخصوص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، banyak sekali faedah yang kita dapatkan para pemirsa. Bahkan dari kesenangan kita aja menyambut bulan Ramadan itu bisa bernilai ibadah. Masya Allah. Habib, Qubil tadakkar an tertib al-ibadat fi Ramadan. Nahnu huna fi Indonesia aghlabun nas ya'malun fi syahr Ramadan. Ma yaqdir ya'khudh ijazah fi syahr Ramadan. Kif tertib al-ibadat لمشغولين هذا هم؟ لا بأس، أول أمر من الأمور ينبه المسلم ويذكر بأن عمله هذا في النهار هو عبادة إلى الله سبحانه وتعالى وقرب إلى الله عز وجل بالنية الصالحة، فينوي بعمله هذا النوايا الصالحة، فهو يعتبر في عبادة ويعتبر في جهاد الذي يخرج ويسعى على أهله وأقاربه كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن يحترز في نهار رمضان أثناء عمله من محبطات الأعمال مثل الكذب أو الغيبة وما شابه ذلك، يراقب نفسه ويذكر نفسه بأنه الآن متلبس بعبادة عظيمة وبركن عظيم من أركان الإسلام وهو ركن الصيام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد وغيره، قال الصيام جنة ما لم يخرقها أحدكم بكذب أو غيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكذب والغيبة يعني الصوم وقاية على الإنسان، ووقاية له من النار، ووقاية له من المخالفات، وعليه ساتر نوراني بسبب هذه العبادة، فلا يخرج ذلك الساتر النوراني والوقاية العظيم من النار بالكذب والغيبة، فيراقب نفسه في العمل من المحرمات ومن غيرها من المخالفات، يتأكد عليه. وأن كان في كل وقت المسلم يراقب نفسه، ولكن في رمضان يتأكد عليه. فإذا خرج إلى عمله، إلى مزرعته، إلى مكتبه، إلى شغله بهذه النية الصالحة، محافظ على نفسه، مراقب لنفسه في رمضان، ذاكر الله عز وجل مع أوقات الفراغ، متخلقا بالأخلاق الحسنة الطيبة مع من حواليه من الموظفين ومن يعمل معه من إخوانه المسلمين، هو في عبادة. ما شاء الله، العبادات أنواع، عبادات قلبية، عبادات بدنية، عبادات يعني فكرية، يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، في نعم الله جل جلاله، وفي الليل يرتب. يعني ما شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وإذا وفرحة إذا لقي ربه جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه الفرحة المعجلة ساعة الإفطار يرى نعمة الله عليه، أكمل الصيام وهو في عافية، أكمل الصيام وهو في طاعة. كثير من المسلمين يتمنى أن يصوم، لا يقدر أن يصوم، قد يكون معذورا بسبب المرض، قد يكون معذورا بسبب السفر، قد يكون معذورا بأعذار شرعية، لكن الذي وفقك الله سبحانه وتعالى لأن تصوم وأن تكمل صومك، لك الحق أن تفرح بهذه النعمة وتفرح بالنعم الكبيرة القادمة بسبب الصيام. فوقت الإفطار يعني يركز عليه المسلم، وبعد الإفطار لا بأس يأخذ المسلم راحته من الليل، ربما أراد أن ينام قليلا كما قلت سابقا، فيرتب وقته مع أقاربه، مع صلاة العشاء، مع المسجد، فيحوز إن شاء الله بركة الشهر هذا العظيم. إذا لم يتمكن أن يحوز بركة الشهر بالأعمال، فيقدر أن يحوزها بالنوايا. فنية المؤمن كما قلنا خير من عمل، المهم أن ينوي النية الصالحة ثم يعينه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. Jadi buat pemirsa yang harus memang kerja di bulan Ramadan, benarkan pekerjaan itu dengan niat. Dengan niat pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita yang halal, bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Habib, hal hunaka alama? Naam. Lirajul alladhi yustaqbal ibadatuhu fi Ramadan. Yustaqbal ibadatuhu fi Ramadan. كيف يستقبل؟ يعني ibadatuhu maqbul yani. هل هناك علامة؟ يعني غالبا العلامات بعد خروج الإنسان وخصوصا من رمضان النشاط في الأعمال الصالحة والرغبة في الإقبال على الله، فإن الحسنة تجر إلى الحسنة،
والمولى سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل الأعمال الصالحة يعني تدعوه إلى أن يعمل الأعمال الصالحة. فإذا خرج المسلم من رمضان وهو ما شاء الله يعني نشيط في العبادة، راغب في الأعمال الصالحة، هذا دلالة قبوله في رمضان. لكن إذا خرج والعياذ بالله من رمضان ونسي ما كان يعتاد من الأعمال الصالحة في رمضان أو يعود إلى ما كان عليه، فقد يكون قبوله في رمضان ليس كاملا، وقد يكون أن القبول درجات عند الله سبحانه وتعالى، قبول الكامل التام، وقد يقبل في بعض الأعمال ولا يقبل في بعض الأعمال. فيشكر المسلم ربه سبحانه وتعالى إذا وفقه للأعمال الصالحة حتى يزيده الله عز وجل من التوفيق، لأن الإنسان لا يقدر أن يرفع نفسه إلى الأعمال الصالحة، الله يرفع من يشاء سبحانه وتعالى، ولا يقدر الإنسان أن يوفق نفسه، الله يوفق من يشاء جل جلاله. وكيف نقتنص التوفيق هذا؟ بالدعاء نقتنص التوفيق، بمجالسة أهل الفضل والعلم والصلاح، بسماع كلام العلماء الأتقياء والصالحين. عندما نسمع كلام الصالحين تأتي رسل التوفيق يرسلها الله عز وجل في القلب، فينبعث الإنسان ما شاء الله باسم الله الباعث، ينشط يعني في الأعمال الصالحة عندما يسمع كلام الصالحين، يسمع كلام العلماء العاملين، يقرأ القرآن، يقرأ قصص الصالحين، تأتي التوفيق يعني أسباب متعددة ينهض الإنسان للعمل الصالح. أما إذا كان يعني لا يسمع كلام العلماء والأولياء وغير ذلك، فصعب أنه يقتنص التوفيق، فقد تخذله يعني المخذلات، وقد يؤثر عليه الواقع الذي يعيش فيه، فيجذبه إلى الأسفل، يعني لا يريد أن يعمل الأعمال الصالحة، يكسل عن قراءة القرآن، يكسل عن غير ذلك. لكن إذا كانت الأمور التي حواليه تعينه فيقتنص التوفيق ويطير به ويوفق به للأعمال الصالحة. فتوجد يعني عدة أسباب حتى يقتنص الإنسان هذا التوفيق العزيز، الذي يقول العلماء أنه لم يذكر في القرآن سوى مرة واحدة فقط، بخلاف الصبر ذكر أكثر من 70 مرة، والتوفيق لم يذكر سوى مرة واحدة في قوله سبحانه وتعالى أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالصعوبة التوفيق، لأنك تجد الإنسان فارغا وليس مشغولا ولا يعمل شيء من الأعمال الصالحة، لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يسبح الله عز وجل ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغفر الله، وهو جالس فارغ من غير شيء لصعوبة التوفيق. فإذا دعا المسلم ربه عز وجل وفقه الله وأعانه على الطاعات وفرح بالطاعة وشكر ربه عز وجل عليها، فعلامة القبول أن ينشط في الأعمال الصالحة بعد رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. نيقودان buat kita juga nih orang Indonesia, biasanya kalau Ramadan acara-acara TV itu pada bagus-bagus. Nah, jangan sampai amal ibadah kita dirusak oleh mata kita yang melihat hal-hal yang syubhat atau bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Masyaallah. Habib, soal akhir, Pak Rubama. كما عرفنا أن شهر رمضان هو شهر الذي أنزل فيه القرآن، ممكن تشرح لنا كيف أحوال أهل التريم أو سلفنا الصالح، أحوالهم مع القرآن في شهر رمضان حبيب لتشجعنا؟ نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الناس كانوا في تريم وإن شاء الله لا يزالون كذلك، ولكن كانوا في الزمن الأول تريم هذه بلاد مباركة، وكان الصف الأول في الجامع لا يجلس فيه إلا من وصل إلى درجة الإفتاء، وكانوا على خير كبير، حتى كان بعض الصالحين لا يقرأ القرآن في نهار رمضان ويقول أني أتذوق القرآن وأجد له ذوقا عظيما، فأخاف أن ذواق القرآن هذا أن يعني يبطل صومي أو أن ينقص أجري. والحقيقة كما قال فقهاء أن هذا لا يبطل الصوم ولا ينقص الأجر، لأنه يعني لذة روحية الله سبحانه وتعالى يعطيها المؤمن إذا كمل إيمانه، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم إيماني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. وكما يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية: استكمل حلاوة الإيمان. فإذا وجدت الصفات عند المؤمن كان من هؤلاء الذين ما شاء الله فكانوا في القرآن يعني ليلا ونهارا مع كتاب الله، ويختمون الختمات المتعددة في تريم، يختمون ختمة بالليل وختمة بالنهار، وأغلب المساجد إلى الآن 3 ليالي، كل 3 ليالي يختمون ختمة،
يعني تمر 3 أيام، الليلة الرابعة يختمون ختمة، فهم الختمات المتعددة في النهار وفي الليل، في ختمة بالنهار في ختمة بالليل، لأن قراءة القرآن في نهار رمضان غير قراءة القرآن في ليل رمضان. قراءة القرآن مع الصيام لها أجر آخر ولها ذوق آخر بخلاف قراءة القرآن في الليل أيضا. لذلك حتى كان إمامنا الشافعي الإمام الأكبر رضي الله عنه وأرضاه محمد بن دريس الشافعي كان مع انشغاله في رمضان إلا أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، ختمة بالليل وختمة بالنهار، فلا يخرج شهر رمضان على إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى وقد قرأ 60 ختمة مع انشغاله بالعبادات. وكثير من العلماء يقللون في رمضان الانشغال بالعلم ويقولون شهر رمضان شهر العبادة، فينشغلون بالقرآن وبالذكر وبالدعاء وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى اغتنام لهذه الفرصة التي لا يوجد لها مثيل في سائر الشهور أبدا، من ارتفاع درجة الأعمال الصالحة، الفرض ب70 فرض، والنفل ثوابه ثواب الفرض، وغيرها من الأعمال الصالحات. ففي تريم ما شاء الله، ولا يزالون الحمد لله إلى الآن أغلب المساجد الكريم الكبيرة كل 3 ليالي يختمون، يسمونه ختم الربع، ويختمون القرآن. والأفراد كذلك ما شاء الله، في أناس في تريم يقرأ في اليوم كامل، يقرأ ختمة في اليوم كاملا، يعني لا يأتي وقت المغرب أو لا يأتي العشاء إلا وقت ختمة ختمة كاملة. وهؤلاء المتفرغون تجده جالسا في بيته، ليس عنده عمل وليس عنده دروس وليس عنده شغل، ونعرف يعني بعض الأشخاص بهذه المنزلة يقرأ كل يوم ختمة كاملة ما شاء الله، من بعد الفجر يقرأ أذكار ويجلس ختمة، لا أحد يشغله ولا أحد يكلمه، وهو أيضا يحب القرآن. المشكلة أن بعض الإنسان إذا قرأ 10 أجزاء يتضايق، إذا قرأ 4 أجزاء يتضايق يقول يكفي، لكن هذا يتلذذ مع القرآن، فيقرأ ما شاء الله إلى الإشراق، ثم إلى وقت الظهر، ثم من الظهر إلى العصر، ثم من العصر إلى قبل المغرب. فالحمد لله أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير، سواء كانت فرادة وجماعات، كذلك حلقات المساجد هذه منتشرة، الناس يحزبون يقرؤون القرآن في نهار رمضان، يقرؤون القرآن ليلا كذلك، الحمد لله مرتبطين يعني ارتباط كامل بكتاب الله عز وجل. ما شاء الله حبيب، كيف الطريقة يعني من شان يزداد نتلدد عندما نقرأ القرآن؟ نعم، أول طريقة هي ذكرها حتى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه 40 في أصول الدين، أنه أول الطريقة حضور القلب، أن يقرأ الإنسان القرآن يعني مع عدم الاستعجال، يقرأ القرآن برفق يتدبر، كما قال حق سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن يفتح للقلب يعني الأسرار العظيمة التي في القرآن، ويبدأ المسلم يتفاعل مع الأسرار العظيمة في القرآن. كيف الأسرار العظيمة في القرآن؟ يعني آيات الذكر العذاب والترهيب والشدة، إذا قرأها الإنسان بقلب حاضر ومن غير استعجال يبدأ ينبعث داخله الخوف من هذا الكلام الخطير، واتقوا النار التي أعدت الكافرين، إن اعتدنا الكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. عندما يقرأها بالتدبر ومع صفاء الباطن يبدأ يتحرك بطنه ويبدأ ينبعث من داخله الخوف، هذا كلام خطير، هذا كلام عظيم، أخاف أن أكون من أهله، فيأتي الخوف. إذا انتقل بعد ذلك مثلا إذا ذكر أوصاف الجنان ويقرأ القرآن بتدبر، وخصوصا في الثلثين الأخير مع سكون النفس سكون الباطن، ذكر أوصاف الجنان في قوله مثلا سبحانه وتعالى أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشربها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يبدأ ينبعث في داخله الشوق إلى هذا الشراب، الشوق إلى هذا النعيم المقيم، الشوق إلى هذا، فيعيش في وجدان مع القرآن، يعني كلما قرأ آيات أثرت على بطنه. لكن إذا كان المسلم يقرأ القرآن وهو مستعجلا وهو منشغلا فيتلفظ بالقرآن وفكره يعني منشغل، لا يتأثر بهذا الكلام الذي العظيم الذي يمر على باله الذي يمر على خياله، ما يقرأ مثلا المسلم آيات التعظيم لله جل جلاله وتعالى في علاه فيتضاءل ويتصاغر، من أنا عندما الحق عز وجل يتكلم جل جلاله وتعالى في علاه عن نفسه، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فيتضاءل ويتصاغر عندما يسمع الصفات الربوبية وصفات الألوهية، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، يخضع يقرأ سبحان الله المسلم يعني الآيات التي تجول بفكره في مصنوعات الله وفي مخلوقات الله، يسيح بفكره يقول سبحانه وتعالى مثلا في سورة قاف
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب. يطير بفكره ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما قال سبحانه وتعالى كم خلقت كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، لأن يقول حق عز وجل كم المسافة ما كيف رفعت، يعني إشغال الفكر في مصنوعات الله سبحانه وتعالى وإتقانها وكمالها. فيكون في عالم القرآن، في عالم القرآن ومع القرآن ومع أنوار القرآن، لكن إذا قرأ القرآن وقلبه يعني منشغل وفكره كذلك منشغل ما يتأثر باطنه بهذه المخاطبات الإلهية العظيمة، ولا بهذه الأحيان يخاطب الحق عز وجل ربنا جل جلاله، يخاطب المؤمنين، يخاطب البشر، يخاطب الآدمين، يا بني آدم يخاطبهم، يخاطب المؤمنين خاصة يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الناس يا أيها الناس، فيتفكر ما شاء الله، لكن مع هدوء الباطن وصفاء الباطن وعدم الانشغال يتدبر هذه المعاني، يظهر أثرها في باطنه ويتفاعل بعد ذلك معها كما تفاعل أولياء الله وقبله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله. يعني عندما نقرأ في كتب السير كيف حدهم يتأثر بالآية ويكررها ليلة كاملة ويكرر آية، دلالة إلى أنه يتلذذ ولا عنده ملل. كان سيدنا تميم الداري رضي الله عنه يقوم بهذه الآية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، يرددها الليل كله. بعض الصالحين كان يردد هذه الآية، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فما شاء الله أرواحهم تشعر ببهجة القرآن والأنس به والفرح بالقرآن وعظمة القرآن وتوالي العلوم عليهم من قراءة القرآن وزيادة الإيمان، كلما قرأوا زادوا إيمانا. فتجد أحدهم لا يريد أن يترك كلام الله عز وجل ولا يريد أن يضع القرآن أبدا، بخلاف الغافلين إذا قرأ القرآن أصابه الملل، أصابه الكسل، أصابه الضجر وترك القرآن، وربما يتلذذ يعني بمشاهدات يعني المقاطع اليوتيوب ومقاطع صفحات الفيسبوك أو غير ذلك أو الأفلام أو الإعلام، يتلذذ بهذا ولا يصيبه الملل، لكن عند القرآن قد يصيبه الملل. نسأل الله العافية والسلام. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، استفدت كثير من كلام ما شاء الله، نقدر منهم كثير، سامحنا على قلة أدب. لا لا ما أبدا، بارك الله فيكم. يعني اللغة ما هو جيدة ما شاء الله، ما شاء الله نوركم الله خير. والأخير نطلب منكم دعاء لأصحاب الإرث نبوي ولأصحاب رابطة ولمن يخدم فيها وللمشاهدين أيضا، جعلنا الله وإياهم من المتعاونين على ما يرضي المولى سبحانه وتعالى ويدخل السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن القيام في مثل هذه المحطات الإعلامية ومثل هذه المنصات النورانية خدمة لرسول الله، لنشر أنوار رسول الله من كلام العلماء والمذكرين والوعاظ والمدرسين، فكله تعاون على ما يرضي الله تعالى ويدخل السرور على قلب الرسول، يكون سعادة وهداية للمشاهدين والمستمعين. فنسأل الله أن يجعلنا وياهم والمستمعين والمشاهدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن حفظهم الله سبحانه وتعالى فيما مرهم وعمنهاهم، واحفظ عليهم ما أعطاهم من النعم سبحانه وتعالى، واجعلنا عز وجل من الفرحين به وبرسوله كما قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، مع العوافي، مع العفو والعافية ورضوانه سبحانه وتعالى، وقيام ليلة القدر يكرمنا بحقائق الصيام وبحقائق القرآن وبحقائق العتق من النيران، ويكرم إن شاء الله من كل أمر بخيره وحقيقته، حقائق الصلاة، حقائق الصوم، بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. إن شاء الله، إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.